أزاحت شركة أكيورا التابعة لهوندا الستار عن سيارة كروس أوفر الجديدة، وقد تميزت بمواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات المتطورة التي ظهرت العام الجاري. وتتميز سيارة أكيورا أم دي إكس الجديدة بهيكل كبير ذي انسيابية عالية مدروس وفق أحدث المعايير، ومجهز بواجهة أمامية عليها شبك كبير يحمل شعار الشركة المصنعة، وفيها فتحات مخصصة لتحسين التدفق الهوائي عبر الهيكل. وتتميز هذه المركبة عن سيارات أكيورا السابقة بأنظمة فرامل كهربائية خاصة تعمل مع حساسات إلكترونية للتقليل من معدل الحوادث على الطرقات. وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار و39 ملم بعرض 199 سنتيمتر وارتفاع 170 سنتيمتر. أما القرى فيها فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لسبعة ركاب. وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بست اسطوانات سعتها 3.5 لتر، قادرة على توليد عزم يعادل 295 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل.